كان في هذه التغطية الخاصة. والحقيقة يعني التغطية النهاردة عن قصة مؤثرة جدا، ممكن نشوفها في الأعمال الدرامية، لكن إن إحنا نشوفها في الواقع بيكون شيء مؤثر وشيء صعب الحقيقة. إن إحنا بنشوف أم مثلا بتجد أطفالها أو تعثر على أطفالها بعد فترة من الزمن، أو نلاقي العكس إنه طفل مثلا يجد والده أو والدته اللي فقدهم في ظروف غامضة وبعد سنوات من الغياب. لكن المرة دي الأم، قصتنا النهاردة الأم اللي وجدت أطفالها بعد 30 سنة رحلة عذاب طويلة جدا وهي تبحث عن أبنائها، واللي هنعرف منها كل التفاصيل. واحنا معانا الوقت الأم الحاجة فايزة مرجان من البحيرة اللي عثرت على 2 من أبنائها بعد 30 سنة من فقدها. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاجه فايزه، وطبعا يعني عايزه اهنيكي في البدايه، لكن ربنا يخليك. خليني اسالك الاول، اسماء ابنائك ايه واعمارهم ايه وازاي فقدتيهم كل هذه المده الطويله؟ حاجه فايزه حضرتك معانا؟ بهني حضرتك ان انتي وجدتي اولادك وعرفتي ايوه عليهم بعد 30 سنه، بس عايز اعرف منك اسماء ابنائك واعمارهم وازاي اصلا فقدتيهم كل هذه السنين الطويله. والله انا كنت في سوريا متجوزه، وجيت زياره وجيت نخش ما منعوني، ف انا كان عيالي عمر 1 9 والتاني 16 سنه. الو، مع حضرتك. وجيت عشان نعمل، عملت محاولة ياما عشان نخش تاني لعيالي، ما عرفت، ونزلت الأردن وتعبت، وبقيت نبعت تلغرافات وجوابات محدش يرد علي. فعالم قالوا لهم إن دي عملت حادثة وماتت، وفقدوني بقى، بقى يعني هم يدوروا عليا وانا يدور علي. فجيت بقى يعني عرفت بقى ان كان في حرب في سوريا وكده، فقدت الامل ان هم ماتوا في الحرب، وقعدت 35 سنه عليهم وندور عليهم ونطلع صورهم ونقعد نعيط، وفقدت الامل خلاص. وشويه لقيت واحد بيقول لي في صفحة جاية لك، عيالك بتدور عليك. أنا ما صدقتش، فرحت عليه وراني صفحة عيالي وابن واتفاجئت بقى بابن ده، واتفاجئت بعيالي بيدور علي، وفرحت قوي، الدنيا كلها فرحانة. ده أكيد طبعا كلنا فرحانين لحضرتك. وطبعا يعني أنت شفتيهم قابلتيهم ولا لسه؟ شفتهم وكلمتهم في الـ على التليفون صوت وصوره، ومبسوطين بيا، وبعتولي وبعتولي فلوس، والحمد لله ان انا مش عايزه حاجه، انا عايزه عيالي تخش عندي، الحمد لله عايزه عيالي تديني زياره بس. ان شاء الله حضرتك تشوفيهم قريب، وطبعا لازم يكونوا سعداء بيكي ان انت يعني كل ده بتبحثي عنهم، وان انت ما يأستيش طول الفتره الطويله دي، وان هم كمان بيبحثوا عنك طبعا. فشعور جميل جدا وشعور نبيل جدا، يعني طبعا بهنيكي ان انت وجدتي اولادك بعد كل هذه الفتره الطويله. حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك الحاجه فايزه مرجان، شكرا يا حبيبي، معانا من محافظه البحيره، شكرا لحضرتك على وجودك معانا. ايضا كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه، وكونوا معنا دائما على شاشه التلفزيون يوم السبت. شكرا لكم والى اللقاء.